هذه الظاهرة نشأت حقيقة، يعني حسب علمي أنها نشأت في الثمانينات أو في أواخر الثمانينات، بنى حرب الخليج. لا. فلما احتل حاكم العراق الكويت ودخلت القوات الأمريكية البريطانية إلى أرض المملكة، وقام بعض العلماء وكانوا غير راضين على دخول هذه القوات إلى أرض المملكة. ثم بعدها يعني وين كان المسألة فيها خلاف قضية استعانة بالمشركين، وين كان الصواب فيها أنه عدم الاستعانة، إلا أن هناك من المشايخ للأسف الشديد إما أنهم زرعوا من أجل أن يبرروا هذه المواقف، إما أنهم استعملوهم على حسن نية. فصارت الفتاوى تصدر وإنكار على العلماء الذين حرموا الاستعانة، وهي مسألة خلافية قديمة. فخرجت هذه الظاهرة المملكة، وكانوا ينسبون هذا الرأي للشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، ثم تقلد ذلك الشيخ ربيع المدخلي بعد ذلك، وصاروا للأسف الشديد يعني أنهم باسم الدعوة السلفية وباسم منهج السلف أنهم يغضون الطرف على ما يفعله الحكام من ظلم وهدم للدين وغير ذلك، وبالمقابل كانوا يتصيدون أخطاء العلماء والدعاة والمشايخ ويشهرون بهم، خاصة الذين لم يوافقوهم على هذه الفكرة. فصارت تصدر الفتاوى، وللأسف الشديد أن هذه الفرقة وهذه الطائفة هي تخدم مصالح الحكام، ولهذا لم نرى من الحكومات الآن من يحارب هذه الطائفة، لأنها تخدم مصالحهم، ولأنها لا ترى الخروج على الحاكم حتى وإن خرج كما سمعنا في التقرير حتى وإن خرج عن الإسلام. هم يرون، وللأسف الشديد أنهم إذا تقلد الحكم علماني قالوا بالسمع والطاعة، وإذا جاء حاكم من الإسلاميين قالوا هذا خارجي وهذا فيه وفيه، وخرجوا عليه كما حصل في بلاد مصر. صحيح. وبالتالي هم كانوا يعني يجمعون أخطاء العلماء الذين يخالفونهم في هذه العقيدة، والذين حقا أن هؤلاء العلماء المخالفين لهم هم من تمسك بمنهج السلف الصحيح. ولو كان الدعوة والإسلام على مثل ما عليه هؤلاء الغلاة في التبديع والتجريح وعلماء السلاطين لما وصل إلى الدين الإسلامي. لما وصل الدين الإسلامي إلى هذه البلاد، ولكن علماء وقفوا موقف سدا منيعا ويجاهدون في بالكلمة في وجوه السلاطين، في وجوه الحكام الذين يريدون هدم الدين، حتى وصل إلى هذا الدين، وهم الآن منتشرون في بلادنا وفي جميع بلاد المسلمين.